مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. التغطية الخاصة على إكسترا نيوز ما زالت مستمرة لثورة 30 من يونيو، هنكون مع حضراتكم فيها على مدار الساعة. أنا محمود السعيد ومعايا زميلتي ندى رضا. أهلا بيك يا ندى. أهلا بيك يا محمود. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. ما فيش شك أن الشباب هم عصب أي مجتمع. في الحقيقة أن الدفع بالشباب للمناصب القيادية والتنفيذية هو استثمار في المستقبل. الدولة المصرية قدمت على مدار 8 سنين تجربة مهمة وملهمة أفرزت منها العديد من القيادات الحالية وكمان قيادات المستقبل. بالتأكيد يا ندى، وإشراك الشباب في القيادة بيمنحهم بالتأكيد الوعي الحقيقي بالتحديات بالإمكانيات، وده بيصنع القيادات القادرة على تحمل المسؤولية دون خوف أو تردد. النهاردة احنا بنحتفل مع حضراتكم عن ثورة 30 من يونيو باعتبارها بوابة لعبور الشباب لمرحلة جديدة وجمهورية جديدة. هنتكلم كمان عن نجاح مصر في بناء الكوادر الشابة البرلمانية التنفيذية وملف تمكين الشباب والمرأة، وكمان هنستعرض مع حضراتكم اهتمام الدولة بذوي الهمم. أكيد يا محمود، كل دي موضوعات هنناقشها مع حضراتكم مع ضيفتنا في الاستوديو النائبة مي كرم جبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكمان هيكون معانا عبر سكايب دكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. خلينا نبدأ طبعا ونرحب بضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو النائبة مي كرم جبر العضو بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضراتكم، كل عام وحضراتكم بخير والشعب المصري كله بخير. ربنا يخليك يا فندم. أنا هبدأ سؤالي بمرحلة الانفصال في الشباب. ثورة 30 من يونيو كان الشباب قبلها بدأ يشعر بالإحباط لأنه خرج في 2011 يطالب بحاجات كتيرة، لكن الإخوان يعني قفزوا على الحكم، سرقوا هوية الوطن، بدأوا بالتقسيم والموالي ليهم فقط. الشباب تمسك مرة أخرى وحصل انقسام، لكن أنا بقول عليه انقسام إيجابي. انقسام إيجابي لما انفصل قيادات الإخوان عن شبابهم فبدأوا يبقوا جماعات إرهابية وينضموا، وانفصل شبابنا اللي راح للتمكين من التهميش للتمكين وأصبح في قيادات وأصبح معاون محافظ وأصبح نائب زي حضرتك. كنت شايفة هذا التحول إزاي بعد 30 من يونيو؟ خلينا نشرح مشهد الشباب في خلال الفترة دي، الفترة دي مهمة وصنعت أحداث كتير. خلينا نبدأ من قبل يناير، لأن الفترة دي إذا كنا بنتكلم عن تمكين الشباب فالشباب الموجود في التمكين هو اللي كانت بدايته ما قبل يناير. هنشرح ما قبل يناير ويناير وما بعدها. مصبوط. ما قبل يناير كان المشهد عبارة عن تهميش، عدم الإيمان بقدرات وإمكانيات الشباب وأنهم غير قادرين على تقديم أي شيء ينقصهم خبرة، ينقصهم علم، ينقصهم أشياء كثيرة. طيب هل كان بيتم العمل على هذه الأمور؟ لا. هل كان بيتم التأكد فعلا من أن الشباب غير قادر على تحمل المسؤولية؟ في الواقع كان لا، هي مجرد اتهامات مطلقة وخلاص. فده دفع الشباب أنه هو لابد أن يكون هناك تغيير. اللي حصل ثورة يناير وما بعدها، تمام، كان إيه المشهد؟ أن تم استغلال الشباب في أطر ومشاهد سياسية معينة لتحقيق مصالح معينة. ده حقيقي. خلينا بس نقول حتى، أنا آسف للمقاطعة، هو كان بيطالب زي ما حضرتك قلتي قبل 2011 أنه يبقى في عدالة اجتماعية وحقوق سياسية واجتماعية و خرج وحصل الاستغلال اللي حضرتك بتقولي. تمام، صحيح، كلام حضرتك سليم جدا. الاستغلال كان لتحقيق مصالح لجماعات معينة ليست في مصلحة الشباب وليست في مصلحة الدولة المصرية. وأنا هنا لا أحمل الشباب المسؤولية الكاملة، لأن هو كان خارج بتجارب ما ساعدتوش أصلاً أنه هو يبني قدر من المعرفة علشان يقدر يحدد اختياراته. فاللي حصل أن هؤلاء الشباب وضعوا أرواحهم وعائلتهم ومستقبلهم في مهب الرياح في سبيل أنهم يتخلصوا من كل الماضي بكل مساوئه، ونبدأ من أول وجديد في أن احنا نرسم مستقبل يليق بالشباب ويليق بالدولة المصرية. فحطوا نفسهم في مواجهة مع جماعة ليست قريبة لا من الدين ولا من الإنسانية ولا من أي شيء يمكن حتى أن احنا نستند عليه في نقاش معاها أو في حوار معاها. كنا بنشوفها إزاي كانت لما بس يقع تحت إيديها حد من المعارضين ليها إزاي كانت بتتعامل معه بمنتهى الوحشية، تصل إلى الإزاء البدني والتعذيب والخطف وما إلى ذلك، والمشاهد موثقة وموجودة وكلها على محركات البحث. ودي من الحاجات المهمة أن المرحلة دي ما حدش يقدر يكذبها. والله عايز دي موجودة يا جماعة كمان، ومش من 30 يونيو يعني، كنا بننزل تغطيات من أول ما كانوا بيشاركوا في مجلس النواب في 2011 و2012 ويقفوا ويمسكوا في إيد بعض، وكنا بنشاهد الضرب من هذا اليوم يعني. مش فقط من 30 يونيو. صحيح.
هي جماعة أبعد ما تكون عن اسمها، ملهاش في السياسة مش أدائها. ولكن الشباب دول تحملوا بقى مسؤولية التغيير، يعني هم أدركوا تماماً أن كل المرحلة الماضية دي كان فيها سيئات كتير، وهو مش هينفع تستمر، لا هينفع تستمر لا لسمعة الدولة المصرية ولا لمصلحة الشعب كله في مجمله. تحملوا مسؤولية التغيير. مين اللي كان الداعم الأساسي اللي وقف وراهم؟ طبعاً الجيش. الجيش كان الحماية الأساسية ليهم. القوة الثانية كانت الكتلة دايماً اللي بتبقى ساكتة في الشعب المصري، وما بحبش أطلق عليهم حزب الكنبة، لأن إحنا شعب حضرته سياسة، إحنا من أوائل الشعوب اللي فهمت يعني إيه دولة، يعني إيه إطار قانون، يعني إيه دستور. إحنا من الحضارات اللي أسست مفهوم الدولة، فإحنا شعب مسيس بفطرته وبطبيعته. فما أقولش عليهم إن هم كان ملهمش، لأ، هم بيتحركوا وقت أن يستشعروا أن هناك خطر. غير كده هم ملهمش في طبيعة السجال السياسي والمشاركة السياسية الدائمة اليومية دي. تحركوا ونزلوا وقفوا ورا الشباب لأن شعروا أن هناك خطر ما، ولا بد التخلص من هذه الجماعة المجرمة. طيب اتفضل أستاذة مي، يعني حضرتك يمكن اتكلمتي في مراحل كتير تهد ثقة ما بين الشباب وأي قيادة سياسية. لو هنتكلم على دي، ده اللي حصل مع الشباب ما قبل 30 يونيو، تجارب مروا بيها ما خلتهمش على قدر كامل من المعرفة زي ما حضرتك قلتي، ما فيش قدرة أو ما فيش إيمان بقدرات الشباب وإيه اللي الشباب ممكن يعملوا. لو هنتكلم من بعد 30 يونيو، حالة الثقة المتبادلة اللي بقت بين الشباب والقيادة السياسية شفتيها ازاي؟ والآليات اللي يمكن او ازاي اتعاملت القيادة السياسية مع الموضوع ده لاستعادة الثقة او ثقة الشباب في نفسهم؟ اشكر حضرتك على السؤال ده، لان السؤال ده هو الحاضر اللي احنا عايشين فيه والمستقبل كمان اللي احنا رايحين له. احنا بنعيش في ظل دولة بتعي تماما ان كل فرد في الشعب المصري له أهمية، وكل فرد موجود له دور، الدور ده مهم، مفيش حد مهمش، مفيش حد ملوش أهمية، كلنا لينا دور. دولة لا تتعالى على المواطن، بتسمع كويس جدا من أقل بوست بيتكتب على الفيسبوك للمقالات اللي بيكتبها كبار الكتاب لكلام السياسيين، بتسمع، ولما بتلاقي فيه حل، بتلاقي فيه حاجة طرح جيد ممكن أن هو يتم تطويعه وتنفيذه، لا تتعالى إطلاقا وتبدأ تشتغل عليه وتنفذه. فمن هذا المنطلق جه إدراك القيادة السياسية لأهمية وجود الشباب في المشهد السياسي، وان احنا لازم نستفيد منهم، لان دول يعني طاقه ولهم الغلبه في التعداد وفي التاثير، فلابد من الاستفاده منهم. مش هاخد بقى المراحل السابقه وابدا اقيمهم، لا، المراحل السابقه دي كانت ناتجه عن تخبطات عديده. القائد الجيد هو اللي يبدا يعالج المشاكل. نعم. طيب هنروح لجزء هام جدا، وهو كان مع بدايه تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومش بس في بداية التولي، كان ساعة حملته. احنا فاكرين كان الرئيس قابل الكبار المستثمرين، بعدين قابل، كان في لقاء ليه مشهور قوي في مايو 2014 مع الشباب. كان في حد من الشباب سأل السيد الرئيس وقال له هل حضرتك هتفضل ما تسمعش من الشباب وهتسمع بس للقريبين منك؟ فسيد الرئيس ضحك وقال له أنا ما بعملش أو ما بسمعش غير للعمل والإخلاص فقط. ومن هنا بدأت ثقة في وجود مؤتمر داخل حملة، وكان الولد حتى لما وقف أنا فاكر قال له أنا مش من حملة حضرتك ومش عايز أتكلم على يعني كان مشهد إحنا فاكرينه الفيديو. كانت بداية الثقة في فكرة إشراك الشباب بشكل حقيقي، وحتى كانت الجزء ده كان فيه عن تجارب أو اللي عنده فكرة كان بيقدمها في الوقت ده لتنمية الدولة اقتصاديا وسياسيا و خلينا نقول من بداية هذا التمكين أو إن هو الثقة في وجود جلسة مباشرة، طبعا تكللت بعد ذلك بوجود الحوار الدائم مع الشباب سواء في 2015 المنتديات الشبابية المحلية، ثم في 2016 إطلاق منتديات شباب العالم. كنت حضرتك شايفة هذا والحوار، أنا بتكلم على الحوار المباشر بين السيد الرئيس والشباب بالفعل. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمرات كان بيقعد يتكلم مع الشباب كأب حنون عليهم، لأنه زي ما قلنا يدرك طبيعة المشاكل والمراحل اللي مر بيها الشباب، ويدرك تماماً أن الشباب في المرحلة دي محتاجين اللي يسمع ليهم
مش محتاجين مزيد من التهميش، مش محتاجين أي معاملة جافة تجعلهم ينعزلوا على أنفسهم مرة أخرى. وده مش طبع الرئيس السيسي. الرئيس السيسي حتى في المؤتمرات اللي هي مش مؤتمرات الشباب، حتى في المؤتمرات الأخرى بيتحدث للشعب المصري كله بمنتهى الحنو، وبيتحدث بلغة يفهمها أي حد يقدر يفهم خطاب الرئيس السيسي، ليس خطاب متعالي، بالعكس هو بيتعمد أن كل الناس تفهم كلامه، وده طبع فيه ودي طبيعة شخصيته. طبعا مؤتمرات الشباب كسرت الحواجز بين فكرة الشاب العادي والمسؤول، وده كان أحد الحواجز الموجود ما قبل يناير، إن المسؤولين بعاد عن الشباب تماما، وفكرة إن إحنا نقابل مسؤول نقعد معاه ده كان حلم، يعني إن شاء الله يبقى عندنا 50 سنة نقدر نوصل لحاجة زي دي. لكن مؤتمرات الشباب كسرت هذا الحاجز تماما. الأكتر من كده، أدت لكلام الشباب قيمة، إحنا مش جايين مكلمة. جلسات المحاكاة اللي بتحصل، وإنه هو بقى يبقى يكون مكان المسؤول، بالظبط دي نقطة. نقطة تانية، الأفكار اللي كانت جيدة اللي كانت بتطلع من ورش العمل وكل الجلسات في مؤتمرات الشباب تحولت لإيه؟ لأمور واقعية نراها على أرض الواقع الآن وفي أسرع وقت ممكن، لأن الإنجاز اللي حصل في الفترة في العدد السنوات القليل ده ما حصلش في عشرات السنوات. طيب أنا هقف مع حضرتك عند النقطة دي، وهنروح نشوف العرض التالي يمكن مع الزميلة لما جبريل، هيتكلم عن سعي الدولة لتمكين الشباب وإشراك الشباب كمان في الحياة السياسية، وجزء آخر أو ملف آخر تعظيم دور ومكانة المرأة المصرية والاهتمام بذوي الهمم. خلينا نشوف العرض ده ونرجع نستكمل نقاشنا مع الأستاذة مي. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. تمكين الشباب وإشراكهم في الحياة السياسية، تعظيم دور ومكانة المرأة المصرية، الاهتمام بذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة وإبراز دورهم في المجتمع المصري، ملفات لم تتطرق لها الدولة منذ عقود، ولكنها شهدت عصرها الذهبي بعد ثورة 30 من يونيو. ولأن الشباب هم أمل الأمم في بناء مستقبل أفضل، وهم سواعدها في عملية البناء والتنمية، انصب اهتمام رئيس السيسي على إشراك وتأهيل الشباب في مختلف المجالات، وجاء إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب بقرار رئاسي بهدف تأهيل الشباب قبل دفع بهم في مناصب قيادية بالدولة. كما تبنى الرئيس السيسي فكرة إطلاق مؤتمرات للشباب بهدف توسيع قاعدة التواصل ومشاركة الأفكار بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك قبل أن تتوسع الفكرة عالميا وتضم إلى صفوفها مختلف الجنسيات في منتدى شباب العالم في نسخه المتعددة، لتكون تلك المؤتمرات والمنتديات متنفسا مصريا محليا وعالميا للشباب للتعبير عن أمالهم وتطلعاتهم بكل حرية وشفافية. أما بالنسبة للمرأة المصرية فقد نالت منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم اهتماما بالغا، سواء من ناحية إشراكها في الحياة السياسية أو من ناحية الاهتمام بمختلف قضاياها الاجتماعية والصحية والعمل على تمكينها في شتى المجالات. وعلى صعيد مشاركة المرأة في العمل السياسي، فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة نسبة تمثيلها في الحكومة حيث بلغت نحو 25%، وفي مجلس النواب بلغت نسبة مشاركة المرأة أكثر من 27%، وهي نسب غير مسبوقة. كما شهد عام 2021 قرارا تاريخيا بالنسبة للمرأة المصرية بتعيينها قاضية في مجلس الدولة، وذلك لأول مرة في تاريخ المجلس منذ إنشائه عام 1946، وذلك بالإضافة إلى تعيين العشرات من القاضيات أعضاء في المجلس. ومن التهميش إلى التمكين، شهد ذو الهمم وأصحاب القدرات الخاصة عصرا جديدا من الاهتمام والمساندة في ظل حكم رئيس السيسي الذي وجه جهود المجتمع بشرائحه المختلفة لوضع خطط وبرامج لتنمية قدراتهم ودعم النماذج المتميزة علميا ورياضيا منهم في مختلف المجالات. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا لأبرز أوجه الدعم السياسي المقدم للشباب والمرأة وذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة منذ ثورة 30 من يونيو. شكرا لحضراتكم. طيب هنستكمل مع حضراتكم، وزي ما احنا كنا بنتكلم عن مجموعة من الشباب الذي لاحظوا بالوصول لمناصب قيادية، من تنسيقية شباب الأحزاب أصبح من منصب نائب محافظ قنا. معنا عبر سكايب الأستاذ الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا. بنرحب بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب أستاذ محمود،
استاذه ندى، مساء الخير معالي النائبه مي، وكل سنه وحضراتكم بخير بمناسبه ذكرى ثوره 30 يونيو. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور حازم، خليني ابدا مع حضرتك. حضرتك شاب وليك دور تنفيذي، ازاي حضرتك شفت هذه التجربه ان الشباب، يمكن كنا بنتكلم مع استاذه مي، كان مفيش طموحات، مفيش امال، مفيش حد بينظر للشباب، لا تحول حصل لان الشباب الان اصبح بياخد مناصب قياديه وبيكون مشارك بشكل كبير قوي في صنع القرار. طبعا شكرا لحضرتك. في البدايه طبعا بهني فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى 30 يونيو والشعب المصري وبلدنا كلها في امن وامان. وممكن ابدا مع حضرتك، يمكن ثوره 30 يونيو كانت سبب رئيسي في انه تكون لدينا قياده طموحه لديها اولويات كبيره في مجالات متعدده ومنها مجال تمكين الشباب. ممكن اعود لحضرتك لو تفتكري وضع اوضاع الشباب في عام 2011 و12، حاله استقطاب كبيره، عدم وجود حاله من الحوار بين الشباب حول القضايا التي تهم المواطنين وتهم الشباب ايضا. يمكن حصل طفره كبيره وتغير في طريقه تفكير الشباب وفي اسلوب حوارهم من بعد 2014 و2015، وكان سبب رئيسي في ده طبعا القياده السياسيه في انها وضعت الثقه في الشباب. وزي ما حضراتكم عارفين، الثقه دائما هي مفتاح النصر لاي انجاز. ويمكن في سبتمبر 2015 كانت وجهة السيد الرئيس لطلاب جامعة قناة السويس، وفي يناير 2016 تم يعني إعلان عن عام الشباب خلال اللقاء الكبير اللي تم تنظيمه بمناسبة الاحتفال باليوم المصري للشباب. ومن بعدها تم إعلان حزمة من القرارات التي عملت على تمكين الشباب وتأهيلهم في مجالات متعددة على المستوى الاقتصادي. يمكن نتذكر القرار في هذا الوقت بتكليف البنك المركزي بتنفيذ برامج لتقديم قروض ميسرة للشباب على المستوى الاجتماعي من خلال توفير العديد من آلاف الوحدات السكنية بتكليف وزارة الإسكان ببناء مساكن توفير الإسكان الاجتماعي. على المستوى تأهيل وتدريب الشباب وتمكينهم إداريا وسياسيا من خلال طبعا الإعلان عن البرنامج الرئاسي، ثم أخذ شكل مؤسسي لاستهداف كل الشباب من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب اللي بتشهد حاليا طبعا استضافة لكل القوى السياسية والمجتمعية لمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له فخامة الرئيس في مايو الماضي. فهناك العديد من الأسباب والعوامل اللي أدت إلى توفير فرص للشباب اللي زينا أنه يشارك في الحياة السياسية بشكل فعلي. كمان مؤخرا ظهرت العديد من الكيانات السياسية، منها تنطيط شباب الأحزاب والسياسيين اللي تأسست في يونيو 2018، والحقيقة خلقت حالة من السياسة بمفهوم جديد، لأنها قدرت يبقى عندنا شباب، الشباب المصري من مختلف توجهات سياسية يقدر يتحاور مع بعضه بدل من حالة الاستقطاب والتنافر اللي شهدتها البلاد على مدار الفترة الماضية. فبالتالي أصبح في حوار، لغة مشتركة ما بين الشباب، كله يسعى في خدمة المواطنين، هدفها بناء دولة حديثة تتسق مع السياسات العامة للدولة المصرية بعد 30 عام. طيب دكتور حازم، هنقف من هنا وهناخد من كلام حضرتك وهنرجع، طبعا حضرتك موجود معانا في هذا النقاش، وهنرجع لسيادة النائب مرة تانية مي كرم جبر ونسأل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. احنا على قرب انتهاء فض دور انعقاد في مجلس النواب، ومع فض انعقاد دور مجلس الشيوخ، حضرتك بتصف ازاي المشاركة الشبابية وخصوصا يعني داخل شكل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؟ تمام. في البداية أرحب بدكتور حازم وأشكره على كلماته الرائعة. تنسيقية شباب الأحزاب هي نموذج في تمكين الشباب. زي ما شرح دكتور حازم كيف بدأت التنسيقية وكيف عملت، أنا هتحدث من حيث انتهينا الآن مع دور الانعقاد التاني. التنسيقية قدمت نموذج للسياسي الشاب القادر على محاورة كل دوائر صناعة واتخاذ القرار. بقى نواب التنسيقية معروفين
عند المسؤولين التنفيذيين واحد واحد بذاته وصفته. ليه؟ من خلال المناقشات داخل المجلس، لأن احنا بنعدها إعداد جيد وبنذاكر مذاكرة جيدة جدا، بنفضل سهرانين قبل ما نقف نطلب الكلمة حتى ونتحدث أمام المسؤولين وأمام مجلس النواب، لأن السياسي هو مجموعة من الحلول، مجموعة من الأطروحات، فكر، دراسة، مش مجرد خطاب حنجوري يعني نقف ونتكلم وخلاص. أنا الهدف من الكلمة المساحة الثلاث دقايق اللي أنا باخدهم دول قادرين بأنهم يحلوا مشكلة معقدة جدا، يبقى علي أن أستغل الثلاث دقايق دول. فأقدر أقول وبمنتهى الثقة أن خلال دور الإعقاد الثاني التنسيقية قدمت نموذج من العمل السياسي داخل مجلس النواب غير مسار عمل سياسي حتى داخل أحزاب كبيرة. طيب يعني يمكن وحضرتك بتتكلمي كمان على آراء الشباب ومقترحاتهم وإن يمكن ثلاث دقائق تحديدا هم اللي يحلوا مشكلة بشكل أو بآخر، كمان دكتور حازم كان بيتكلم في نقطة في غاية الأهمية وهي فكرة التواصل. تدشين يا دكتور حازم جسر للتواصل بشكل مستمر، حضرتك فنت أكتر من نقطة سواء من مؤتمرات الشباب أو من خلال الأكاديمية الوطنية، الشباب بعضهم وبعض، إلى أي مدى يمكن يأتي اتساقا مع الفكرة الست النائبة كانت بتتكلم فيها المتعلقة بأن المشاكل حلولها هتبقى أسرع، أن الشباب يمكن زي ما السيد الرئيس كان بيتكلم دايما أن هم طريقة تفكيرهم وصيغتهم للمستقبل هم الممكن يجيبوا حلول مستقبلية لمشاكل تنموية حيوية بشكل أسرع. خلينا أقول لحضرتك لو نتأمل في مشهد المؤتمرات الوطنية للشباب، كان على المنصة دائما المسؤولين التنفيذيين وبجوارهم مشاركة من عدد من الشباب في مجالات مختلفة وحسب تخصصاتهم، سواء تعليمية، صحية، اقتصادية، حسب طبيعة الجلسات التي يتم مناقشة فيها قضايا المجتمع. بداية يوضح لنا أنه الشباب طبعا قبل المشاركة كان في عملية تأهيل وتدريب لي من خلال البرنامج الرئاسي، ثم أصبح مشاركا في عملية صنع القرار. لكن دائما الشباب يصبح لديه طموحات كبيرة، لكن على المسؤولين التنفيذيين دائما بيوضحوا لي الشباب ما هي الإمكانيات المتاحة أمامهم لإمكانية تنفيذ ما يسعى الشباب إلى تحقيقه. فكانت عملية أن تكون هناك جسور من التواصل ما بين الشباب والمسؤولين التنفيذيين ساعدت في بناء ثقة لدى الشباب من ناحية، وأيضا في اكتشاف المسؤولين التنفيذيين لعدد من الشباب القادر على العمل، سواء في العمل التنفيذي، العمل الإداري وخلافه. نعم. طيب دكتور حازم معلش أسف للمقاطعة، أسف للمقاطعة عشان أنا عايز أتكلم عن حاجة تانية برضو، وطبعا قبل ما نرجع لسيادة النائبة، ليس فقط الحديث عن الشباب والمسؤولين، أنا عايز بما إن حضرتك موجود معانا، وجود حضرتك كشاب مسؤول مثلا مع شباب محافظة قنا، يعني لو حضرتك توصله لنا كشعور وكوصول حضرتك لما يشعر به شباب محافظة قنا. يمكن أقول لحضرتك على أكتر من مستوى. يمكن أما كنا في المبادرات اللي تم طرحها من خلال وزارة الاتصالات في مجالات ريادة الأعمال، إحنا بنسعى إلى تنفيذها في محافظة قنا من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية في جامعة جنوب الوادي، وكان في عدد كبير من الشباب اللي بيشارك في هذه البرامج. يمكن أكتر الشباب كان مشارك وفاعل في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. إحنا عندنا في محافظة قنا بننفذها في خمس مراكز خلال المرحلة الأولى، وبنستهدف مركزين في المرحلة الثانية. كان العصب الرئيسي في المشاركة في هذه المبادرات هم الشباب، سواء اللي بيساعدوا أو اللي بيقترحوا في تحديد الاحتياجات والأولويات اللي محتاجينها لتقديم خدمات داخل المراكز والقرى، فكان الشباب شريك فيه. وتم تشكيل اللجان سواء على مستوى المحافظة أو المراكز أو القرى، الحرص أنه يكون في مجموعة من الشباب داخل هذه اللجان لتقديم الاحتياجات واللي محتاجها القرى اللي هم بيقيموا فيها. مش بس كده، كمان التشبيك مع طلاب جامعة جنوب الوادي وطلاب أيضا المدارس للزيارات الميدانية للمشروعات اللي بيتم تنفيذها
داخل المحافظة علشان يبقوا شايفين ايه حجم الانجازات اللي بتقدمها الدولة في ضوء التحديات اللي احنا بنعيش فيها سواء العالمية وهكذا. فطبعا عامل رئيسي انهم يبقوا شايفين الحقائق اللي بيتم والانجازات صحيح. اللي بتتم داخل محافظتهم. صحيح. طيب استاذة مي، يمكن حضرتك في السياق اجابتك لما ابتدينا نتكلم عن تمكين الشباب ذكرت نقطة في غاية الأهمية، أنه تمكين الشباب أو حتى الاستماع للشباب كان أشبه بالحلم في مصر. الرئيس في أحد الاحتفالات باليوم العالمي للشباب قال كلمة أنه الشباب هم كلمة السر لعالم أكثر استقرارا وسلاما. من هذا المنطلق شايفة ماذا ينتظر أيضا الشباب من القيادة السياسية في الفترة المقبلة، وإيه اللي ممكن الشباب يقدموه كمان زيادة عن ما تم تقديمه في الفترة المقبلة؟ عايز أقول أول حاجة أنه لولا الرئيس السيسي ما كنا عشنا تجربة التمكين على الإطلاق. دي البداية. ما ننتظره مزيد من التمكين، لأن هناك ملفات لابد للشباب أنهم يكونوا ممثلين فيها، لأن التجربة الأولى للتمكين شغالة وموجودة وإحنا متشبثين بالفرصة دي، لأن هي هتفتح طاقة وهتفتح بوابة أوسع لمزيد من الشباب إنهم يكملوا على التجربة اللي إحنا بدأنا فيها. لأن طب إيه هي الملفات؟ يعني إيه اللي حضرتك ملف زي ملف الرياضة مثلا محتاج مزيد من الشباب، لأن ده ملف مهم جدا وحيوي جدا ويعد أمن قومي، محتاجين مزيد من الشباب يدخلوا يشوفوا مشاكل الاتحادات، يدخلوا يشوفوا مشاكل الرياضة إيه. وأنا أكيدة متأكدة جدا أن الشباب لو اقتحم هذا المجال، هذا المجال سيتغير رأسا على عقب. ده أحد الملفات. الثقافة، عندنا ملفات عديدة محتاجة مزيد من التمكين الشباب. يعني كل ثقة في أن الشباب عنده القدرة والفكر وعنده كمان القابلية للتعلم. الشباب اللي كنا معتقدين أنه هو عنيد وما إلى ذلك، ده ما بقاش موجود خلاص. الشباب اقتنع بفكرة التمكين وبقت مستهوية جدا. وخليني أوضح كمان مفهوم التمكين إيه، لأن أنا بستشعر أحيانا أنه هو بيفهم على غير طبيعته. التمكين أنه هو بيكون في فئة معينة في المجتمع مهمشة غير موجودة غير قادرة على التواصل مع دوائر صناعة واتخاذ القرار على الإطلاق. الفئة دي ممكن تكون عندها أفكار، لأن هي ممثلة جوه المجتمع ليها شريحة عريضة. ممكن تكون عندها أفكار، ممكن تكون عندها رؤى، ممكن تكون عندها يعني أحلام قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. اللي بيحصل إيه أو مفهوم التمكين، أن هذه الشريحة بنبدأ ناخدها نحطها في إطار عمل يقدر يوصل بالنهاية لأحلامها وطموحاتها، إن هي تكون أمر واقع. لأن الفرق ما بين الحلم والواقع فرق شاسع كبير جدا يعني. التنفيذ. ففكرة التمكين هي فكرة إطار عمل. طب عشان دايما بيجتمع في التمكين تمكين المرأة، ودي نقطة هامة جدا، فكرة تمكين المرأة سواء المرأة الشابة، ونحن نعلم أن جميع الأعمار السنية في المرأة في ما شاء الله، يعني بدأنا في المرأة المعيلة ووجود كثير من يعني دكتور حازم طبعا اتكلم عن كمان الكرة في حياة كريمة والمشروعات اللي داخلة فيها، لكن أهمية تمكين المرأة وهي جزء من الشباب وجزء أيضا من المجتمع بشكل عام، ده جزء هام برضو ناخد رأي حضرتك فيه بما أنك من المرأات أو النساء الممكنات في مجلس النواب وموجودة في مكان تنفيذي. في التقرير اللي حضراتكم عرضتوه للأستاذة لما تحدثت عن مجلس الدولة، لو نرجع سنوات كده للوراء بداية الألفينات وقبل بداية الألفينات كمان، وتذكر أو حتى على محركات البحث الحروب التي خاضتها المرأة وخاضتها السيدات علشان بس يعرفوا يدخلوا مجلس الدولة، نشوف الرد اللي كان بيترد عليهم إيه. يعني حالة من التقليل من شأن المرأة ومن عقلها ومن قدراتها ومن علمها ومن ثقافتها، وإنها لا تصلح إنها تكون موجودة في هذا المكان. بإرادة خالصة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت المرأة أن تقتحم مجالات كان الوصول إليها شيء مستحيل، شيء صعب. فمرحلة التمكين اللي المرأة عايشاها دلوقتي مرحلة سيخلدها التاريخ. دي ما حصلتش في تاريخ مصر قبل كده، ان المرأة تبقى موجودة في مواقع كانت محرمة، كانت من المحرمات ان المرأة تقترب منها اصلا.
يعني ده جزء من اللي حضرتك شايفاه انه بقى ملموس في حاجه كانت مستحيله، مش بس فكره مشاركه عاديه لكن كمان انها تبقى موجوده في مكان زي مجلس الدوله. طبعا دي حاجه من الحاجات الهامه جدا. طيب يمكن هرجع لدكتور حازم. الاستاذه مايكه بتتكلم على تمكين المراه وتمكين الشباب، حضرتك اتكلمت في مفاد اجابتك عن نقطه في غايه الاهميه وهي الحوار الوطني. الاكاديميه الوطنيه لتدريب الشباب بترعى الحوار الوطني، وكمان زاد ان هي فتحت باب للشباب للإدلاء بمقترحاتهم. يا دكتور، إلى أي مدى ده كمان هيكون ليه تأثير سواء على الشباب أو حتى في المقترحات اللي هيتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني؟ طبعا الحوار الوطني والحوار السياسي والحوار الأشمل والكبير ومشاركة الشباب فيه هي جزء من المشاركة العامة للمجتمع داخل الحوار. ويمكن عندنا خلال الفترة الماضية منذ الإعلان عن الأكاديمية عن تلقيها للمقترحات، يمكن العديد من هيئات المشاركة السياسية سواء كانت أحزاب، هيئات مجتمع مدني، مؤسسات أهلية وخلافه، وأيضا من اتحاد طلاب الجامعات المصرية سرعوا بتقديم مقترحات على اختلاف مستوياتهم واختلاف مطالبهم واحتياجاتهم وتصوراتهم ل التفاعلات داخل المجتمع بشكل عام. ممكن كمان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلقت على مدار الفترة الماضية العديد من المقترحات سواء من شباب الأحزاب أو من شباب اتحاد طلاب الجامعات، مقترحات متنوعة. ممكن أقول لحضرتك أيضا لو بنتابع التفاعلات الأخيرة كان طب دكتور حازم اسمح لي بس في النقطة دي وسريعا، المقترحات اللي تلقيتها تنسيقية شباب الأحزاب أكيد تلقيتها من شباب، هل قدرتوا بشكل أو بآخر أن أنتوا تحددوا ما هي الأولويات لدى الشباب في هذا التوقيت؟ عندما تلقت التنسيقية المقترحات الشباب تم تشكيل مجموعة عمل لتصنيف هذه المقترحات، وهي تنوعت طبعا ما بين مقترحات سياسية واقتصادية واجتماعية، وتم العمل على تصنيف هذه المقترحات كل سواء كانت هيئة أو مؤسسة أو شخص باسمه، والعمل على تسليمها للأكاديمية الوطنية للتدريب باعتبار أن المسؤولة عن إدارة هذا الحوار. فكانت مطالب الشباب متنوعة أيضا لعدة أسباب، نظر ربما التنوع الجغرافي لإقامات الشباب ما بين الشباب الموجود في الدلتا والصعيد والواحات وسيناء، فبالتالي كان هناك تنوع في هذه المقترحات واللي عملت التنسيقية على تسليمها للأكاديمية الوطنية للتدريب. نعم. كنت عايز أقول لحضرتك أنه كمان المجلس أمناء الحوار اللي تم تشكيله مؤخرا هنجد انه في مجموعه من الشباب ممثلين داخل مجلس الامناء، وده دليل على انه الشباب مش صحيح. بس اللي بيبقى موجود داخل الهيئات صحيح. والمؤسسات، وانما ايضا من جانبين سواء جانب المشاركه في تقديم المقترحات او في عمليه الاداره للحوار. يمكن زي ما استاذه مي وحضرتك قلت انه تمكين الشباب وان الشباب يكون ظاهر في المشهد بالشكل ده بيدلي بمقترحاته هو كان اشبه بالحلم. على كل حال عبر سكايب الاستاذ الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المداخله. ونستأذنك برضو سيادة النائبة، هينضم لينا كمان دلوقتي، يعني احنا هنتكلم عن حاجة هامة جدا، جزء احنا قلنا تمكين المرأة تمكين ذوي الهمم، والدولة أعطت ذوي الهمم اهتمام كبير وهو أحد ثمار ثورة 30 من يونيو بالتواجد في كافة الصفوف، الاعتماد عليهم تمكينهم اندماجهم في المجتمع على كافة الأوجه. عشان كده هنتكلم في هذا الموضوع على وجه الخصوص مع الدكتورة إيمان كريم المشرف على أو المشرف العام كمان على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. بنرحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا وسهلا بيكم وكل سنة وحضراتكم طيبين. 30 يونيو هي مكتسبات كبيرة جدا للشعب المصري، وعشان كده أنا بهني سيادة الرئيس بهذا اليوم، فعلا يوم مشرف ليه دور كبير الأشخاص ذوي الإعاقة على فكرة في هذا اليوم، والحقيقة هم
من أكتر الناس اللي حصل لهم مكتسبات منذ ذلك اليوم. يعني احنا هنبدأ بقى بالكلام عن ده بالمكتسبات اللي اكتسبوها طبعا ذوي الهمم سواء من الأطفال أو حتى من الكبار. احنا شفنا كمان في عصر سيادة الرئيس تغير القانون في إجبار القطاع العام والخاص فيه موجود على النسبة المشاركة داخل القطاعات المختلفة، وجود كمان مجموعة من المشاريع اللي حصلوا عليها ذوي الهمم، موجود يعني حاجة ولو ان اتقال عليها بسيطة هي ليست بسيطة، المشروعات اللي بقت تنفذ وبيضع في الاعتبار فيها تحرك ذوي الهمم. نبدأ بالضبط الشواطئ، الكثير من المكتسبات، ولو حضرتك تبدأي تقولي لنا أهم هذه المكتسبات بعد ثورة 30 من يوليو. هو الحقيقة المكتسبات بتتلخص في إصدار قانون خاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية قانون 10/2018. بس أنا برضه محتاجة بقى أتكلم على المجلس ودوره في تمكين وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. المجلس الحقيقة بيشارك في كل مناحي الحياة داخل مصر وخارج مصر. أحب أقول إن إحنا في كلمة مصر في مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مقر الأمم المتحدة، وده كان في نيويورك وأنا حضرته بممثل مصر والوفد المصري. كان المؤتمر بيتكلم عن بناء مجتمعات تفرقية دمجة للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل جائحة كوفيد 19 وما بعدها. الحقيقة المؤتمر لمس موضوعات مهمة جدا مصر بتمشي في طريقها الصحيح فيها، وهي التكنولوجيا والابتكار في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيف إن إحنا نقدر نمكنهم اقتصاديا ويبقى في تمكين لريادة الأعمال الأشخاص ذوي الإعاقة. ومهم جدا برضه ده جاي في شهر 11 والتغير المناخي والأوبئة والأزمات وحقوقهم في هذا الوقت والحد من مخاطر الكوارث اللي ممكن يتعرضوا ليها. الجلسة فعلا تناولت كلمة مصر، وكنت شرفة جدا ان يبقى جهود الدولة المصرية واللي احنا عايزين نتكلم عليها النهاردة فعلا اعلنت في هذا المحفل الدولي. والمكتسبات كانت على المستويات التشريعية والاجتماعية التأهيلية في حق العمل والتدريب والتعليم والحماية الاجتماعية. حقيقة يعني كان كلمة فعلا يعني تجعلنا جميعا نتشرف بان احنا مصريين وان احنا بنشتغل في هذا المجال. كمان احنا اتكلمنا على الحق في الصحة جيدة اللي لازم يكون فيه مظلة التأمين الصحي الشامل، وده بدأ بالفعل واطلاق مبادرات رئاسية. طبعا حضرتك عارف الكشف على ضعف وفقدان السمع وغيرها من المبادرات اللي هي بتكتشف الإعاقة في وقت يعني مبكر علشان لا تتفاقم. بالنسبة لحضرتك للأحداث الجانبية، أنا كان ليا كلمة في حدث جانبي في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وكان العنوان بتاع الجلسة الجانبية الإعاقة في الأوبئة والأزمات وإزاي إن إحنا نطور التكنولوجيا ونمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من اقتصاديا. فتكلمت على جهود وزارة الاتصالات في توفير البيئة التكنولوجية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، لأن حضرتك عارف إن أنواع الإعاقات بتتطلب بيئة ملائمة للإتاحة، يعني عشان يشارك لازم أوفر له أدوات معينة لكل إعاقة. لكن أنا الحقيقة حطيت في كلمتي حاجات لازم نعي ليها في المستقبل، وهو لازم إن إحنا نمكن الأشخاص ذوي الإعاقة نفسهم انهم يرسموا سياساتهم ويرسموا برامجهم شخصيا، يعني لازم نشارك في ذلك. كمان طرحت بعض الحلول ان احنا لازم نمكن الاشخاص ذوي الاعاقه من الادوات التكنولوجيه المساعده المتاحه لجميع الاعاقات. بتكلمت برضو على اهميه قوي التعليم والتدريب قبل العمل، يعني علشان ينافس في العمل. ما هو يا دكتور كل الحاجات دي يعني زي ما حضرتك بداتي كلمتك ما كانش هينفع من غير الناحيه التشريعيه ودور مجلس النواب في ان هو يدخل هذه القوانين ويكون في تفعيل ليها على ارض الواقع فعلا. طيب انا بس انا دكتور ايمان يعني يمكن حضرتك اتكلمتي ورصدتي في الحقيقه تمكين الاشخاص ذوي الاعاقه سواء اجتماعيا او سياسيا او اقتصاديا. انا في الحقيقه عايزه اخرج عن هذا الاطار ولو يعني بشكل بسيط. الجانب المعنوي كمان يا دكتور ايمان كان حاضر بشكل كبير قوي فيما يتعلق بالاشخاص ذوي الإعاقة. كنا بنشوف لقطات، كنا بنشوف تصرفات من السيد الرئيس تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصا الأطفال.
أبوية وتلقائية، يعني في الحياة تلقائية وأبوية فعلا يا محمود، ده بيكون قد إيه دي مردود على الأطفال يا دكتورة إيمان؟ لا، هو الأطفال طبعا حضراتكم عارفين إن هم الأجيال الجديدة، فإذا ما كناش هنبقى بنقف جنب الأطفال وبنمكنهم. السيتي رايتس الحقيقة مهتم جدا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبيتمثل فيه كل الأطفال وكل الشباب اللي عندهم إعاقات يكونوا هم الأبطال على المسرح. وطبعا حضراتكم كلنا بنشوف يعني الجزء المعنوي زي ما حضرتك بتقول، يعني قد إيه هم حاسين انهم موجودين على الخريطه، انهم موجودين في هذا المجتمع فوق السطح. احنا مهم قوي ان احنا نطالب الاسر انها لا تخفي اطفالها من اصحاب الاعاقات. اطلعوا بره، خلوهم يشاركوا، هم ليهم دور في العمل والتقدم وخطه واستراتيجيه الدوله. يعني اذا كانت الدوله بتقول لكم لو سمحتوا احنا عايزينهم يدخلوا يتعلموا، فاحنا عايزينهم يروحوا يبقى عندهم تكافؤ فرص في التدريب، انهم يمارسوا الحياه الفنيه والحياه الاجتماعيه ويكونوا موجودين. الحقيقه كلنا شفنا نماذج جميله جدا يعني من الاطفال اللي عندهم اعاقات ولكن يتفوقوا على جميع الاطفال في الرياضه على سبيل المثال. يعني انا شايفه ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح. أنا عشان كده في الجلسة الجانبية في الأمم المتحدة اللي هي بعنوان قيادة الأجيال كنت حريصة جدا إن أنا أشارك فيها، لأن إحنا عايزين نرفع أصوات الأطفال المرافقين ذوي الإعاقة في البيئات التعليمية. من غير تعليم هم مش هيقدروا يتواجدوا في المجتمع ومش هيقدروا ينافسوا بقوة بعد كده في سنهم الأكبر يعني. والحقيقة أنا أكدت على إن لازم يكون ليهم الحقوق زيهم زي جميع الأطفال، وإنهم يكونوا يعني نمتنع عن العنف يعني ضدهم أو التنمر. صحيح. أو إن نعمل توعية لزملائهم في الفصل إزاي إن هم يتعاملوا معاهم والسلوك الصحيح، يبقى هم واخدين على وجودهم معاهم في الفصل. مش عايزه عزلهم، انا عايزاهم يندمجوا في المجتمع. وهم يمكن من خلال او التجربه اثبتت بشكل او باخر يا دكتوره ايمان ان الاطفال ذوي الاعاقه ابتدوا يندمجوا بشكل كبير في المجتمع، حتى هم التلقائيه اللي بيتعاملوا بيها اصبحت واضحه، توليهم تمكنهم اقتصاديا زي ما حضرتك اتكلمت كمان وسياسيا واجتماعيا، كل ده ظاهر وواضح وملموس منهم ومن اهاليهم. على كل حال دكتوره ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المداخله. خلينا ناخد بقى من كلامها ونرجع لحضرتك مره ثانيه يا ست نائب، لان دي نقطه هامه جدا، التحول كمان من الفكر عند وحضرتك قلتي برضو نقطه هامه انه حد يعرفه. فكره الشاب كان معتقد، ومش الشاب الصراحه فقط لكن مجموعه كبيره من الفئه من الشعب كانوا معتقدين ان مجلس النواب اللي هو مجلس الشعب هو هيعين ابني، هيحل المشاكل المحليات وما الى ذلك. الموضوع دلوقتي بقينا هو زي ما حضرتك بتقولي وزي ما دكتور حازم قال لنا وزي ما كل الناس بتتكلم انه بقى في افكار مناقشه للقيادات، مساءله للمسؤولين لان هو ده الدور الرقابي، اقتراحات لولا وجود قانون يحمي ذوي الاعاقه لن كان يعني ما كانوش هيحصلوا على كل هذه المكتسبات. هذا التحول الفكري اللي يقودنا ان شاء الله لمستقبل جمهوريه جديده بالفعل، تحول رقمي وما الى ذلك واهميته في هذا التوقيت. زي ما حضرتك قلت ده نمط عمل الجمهوريه الجديده. اي دوله جديده مش بالضروره ان هي تكون بتتبع ما هو سابق، والا هنفضل عند نفس النقطه، مش هنتغير، ده احنا كمان هنرجع لورا. الجمهورية الجديدة جمهورية لها معطيات جديدة، جمهورية لها شكل جديد، أطر عمل مختلفة تماما، لأن احنا لينا أهداف مختلفة ولينا مستقبل. مش هنقدر ننعزل عن العالم اللي احنا عايشين فيه اللي بيتطور بسرعة شديدة جدا واحنا نقف محل أكسر. وبالتالي عمل المؤسسات لابد أن يتغير وتأخذ كل مؤسسة موقعها الحقيقي من العمل. البرلمان مؤسسة بالدرجة الأولى، مؤسسة تشريعية، لازم مؤسسة تشريعية ورقابية، لازم أنظر في التشريعات ويكون ده تركيزي الأولاني، لازم أراقب على عمل الحكومة بما لا يعني يقلل من شأنها لأن هي بتتعب، الحكومة بتشتغل طبعا. زي فترة كورونا مثلا شفنا دول كبيرة إزاي ترنحت وإزاي يعني صابها ما أصابها يعني، وإحنا كنا محافظين على قوامنا وقدرنا أن إحنا نعبر هذه المرحلة ونكمل بيها.
فالمؤسسة البرلمان هو مؤسسة تشريعية ورقابية بالدرجة الأولى، وإحنا بنغير موروث قديم وفي خلال سنوات قليلة هيكون اتغير. وإحنا بنتكلم على الدور الملقى على عاتق كل شخص في هذه الدولة عشان نوصل للأهداف المرجوة والمحطوطة للجمهورية الجديدة. كمان دكتور حازم بتكلم عن الشباب وعن حياة كريمة، 2022 أعلن عام للمجتمع المدني، إيه الدور اللي ممكن يكون يا أستاذة مايا على الشباب وعلى حضراتكم كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ما يتعلق بهذا الموضوع؟ وإحنا يعني لو هنربط بين مجتمع مدني، حياة كريمة، شباب. الفرصة عظيمة اللي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تفتح الأفاق للمجتمع المدني إن هو عندكم كل الملفات، تفضلوا اشتغلوا، هتفيدونا بإيه، هتعملوا إيه، كل رؤاكم وأحلامكم أنتوا تقدروا تشتغلوا فيها على أرض الواقع. زي ما حضرتك قلتي، في كيانات بالفعل بدأت تشتغل على أرض الواقع وبقى شغلها ملموس وموجود، ده المواطن كمان بقى بيطالب بالمزيد من الوجود ليها لأن هو استشعر أهميتها وشافها متحققة على أرض الواقع بدون أي شعارات وبدون المتاجرة. يعني ده كان بيحصل زمان بدون المتاجرة بألامه ومتعبه، إحنا نازلين نحل. زي حياة كريمة طبعاً مبادرة عظيمة ولها وجود على الأرض في واحد من أصعب الملفات اللي كانت بتتلافاها وبتبعد عنها حكومات كتيرة متعاقبة وراء بعض، إن إحنا ننزل نشتغل في المناطق الأكثر احتياجا ونشوف كل متطلباتها واحتياجاتها. ده كان أمر كان بيتم سابقا المتجرة به دون أن يكون له تأثير على أرض الواقع. حياة كريمة كسرت كل الحواجز، كل المعيقات، كل التحديات، ونزلت واشتغلت على أرض الواقع ولها تأثير بالمواطنين. دلوقتي هم بيقولوا حياة كريمة مش هتنزل عندنا، حياة كريمة هتعمل إيه عندنا؟ في كل اللقاء مع سيادة الرئيس الناس بتقف تسأله في كل محافظة إمتى هيجي علينا الدور، وبقيت تسأل فعلا السؤال بالظبط. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كمان لها باع في العمل المجتمعي، بتدرس كل قضايا المجتمع، بتحاول أن تجد لها حلول. شباب التنسيقية شباب نشيط جدا، وأحيانا بيجي إحنا كنواب بيقولوا لنا إحنا عاوزين نتكلم في كذا وكذا وكذا وساعدونا وبتاع. فالعمل جوه التنسيقية كمان شغال على قدم وساق، فالمجتمع المدني يعني الأفاق كلها مفتوحة لي. يبقى جانب منه قد يعاني من بعض التشتت في عمله، لسه ما لقاش الطريق او المسار بتاعه، لكن انا اكيد ان هو مع قليل من التركيز واستخدام الفرصه ان هو هيكون له مسار وهيبدا يشتغل. طيب ست النائبه، احنا ما بنغفلش ان مع العمل بتيجي المشتتات بكل الطرق. كانت المشتتات زمان زي ما حضرتك قلتي وكلنا بنقول انه ممكن يكون في جزء تهميش وده بيشتت الشباب عن دورهم، جزء القفز على الثوره وسرقتها وده حصل. التشتيت دلوقتي حادث، هي زي ما سيادة الرئيس وزي ما كلنا واخدين بالنا، هي الوعي، الفكر، محاربه الفكر والوعي، السوشيال ميديا وخطورتها، الشباب موجود على السوشيال ميديا، الصفحات المزيفة، الاستهداف والاستقطاب اللي بيحدث مش بس فقط لمنظمات، لا ده بقى الفكرة معينة ممكن أروج لفكرة تكون خاطئة. يعني أحارب إزاي ودور الشباب نفسهم في النوم؟ عارفين حضراتكم سن الشباب، عارفين اللي بيدور زي ما حضرتك بتقولي السوشيال ميديا وما إلى ذلك، إزاي نحارب ده لعدم التشتيت من خلاله ومرحلة حرب الوعي؟ احنا بنحاول نستخدم السوشيال ميديا الخاصه بينا في تصحيح مفاهيم كتير، لان احنا معظم متابعينا والاكثريه منهم هم شباب، فبنحاول احنا ايضا نستخدم منصاتنا الالكترونيه في ان احنا نعمل مزيد من التوعيه في القضايا المختلفه، نصحح مفاهيم. لما تبقى في شائعات احنا بنبادر ونقول لا يا جماعه، نستنى الجهات المختصه بالرد وان هي تقول رايها. فبدانا نغير مفاهيم في حدود الـ في الاطار اللي احنا يعني المحيط بينا او في الاطار بتاعنا اللي احنا بنمتلكه. مشكله السوشيال ميديا هي مشكله عالميه، يعني هي مشكله ضخمه ضخمه بشكل مش طبيعي، وهي هدفها ان هي تعمل الحل اللي حضرتك قلت عليها دي. فكون ان احنا يكون فيها حل قاطع ده صعب، كدول اكبر مننا استطاعت ان تفرض هذا الحل صعب، لكن احنا بنحاول ان احنا نقدم نموذج للشاب اللي يتبعه باقي الشباب. ما هي دي الفكره، هو صح. بقى فكره يعني للاسف هي فكره عرض وطلب للاسف. طب والنموذج ده واحنا بنتكلم يا استاذه مي، يعني يمكن دايما الرئيس كان بيتكلم على انه لما يراهن في 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 معركه الوعي اللي محمود كان بيتكلم عنها، الرهان على المصريين بشكل عام والشباب بشكل خاص هو رهان على المستقبل.
في معركة الوعي دي وفي النموذج اللي تم تقديمه للشاب اللي هو يسأل يعمل البحث بتاعه بنفسه، إن هو ما يصدقش أي معلومة بتتقال، يستنى فعلا ردود فعل من المؤسسات أو الجهات المعنية بأي موضوع بيتم نشره، إلى أي مدى نقدر نقول إن القيادة السياسية أو الدولة المصرية دلوقتي كسبت هذا الرهان سواء مع المصريين أو مع الشباب؟ في ثقة قوية جدا ما بين المواطن وبين القيادة السياسية. الثقة دي نبعة من تراكمات سنين، من بداية 30 يوم حتى هذا الوقت. فالرهان هو رهان يعني رهان قوي لا يمكن كسره. المواطن دائما واثق في القيادة السياسية، واثق في مؤسسات الدولة. بعض المشتتات أنا شايفة أن تأثيرها بدأ يقل، هي موجودة بس تأثيرها بدأ يكون أقل بكثير، لأن الناس خلاص يعني مثلا القضية بتاعت ناير ظهرت كتير من الشائعات، تناولت الفتاة ربنا يرحمها بشكل أو بآخر. طب نيجي نبص على الجانب الآخر، لما نشوف مثلا الصفحة بتاعت النيابة العامة لما نزلت المرافعة التاريخية، هي صفحة النيابة العامة أنا آسف عاملة مجهود في حتة الرد السريع. صحيح. ده يعني ما شاء الله. يعني ده عشان ده حق يقال يعني. فنشوف مثلا عدد المشاهدات اللي على فيديو بتاع مرافعة النيابة العامة اللي هما بالمناسبة أكتر من ساعة. يعني مش في إطار الفيديوهات اللي الناس متعودة إنها تتناولها أو تشوفها على السوشيال ميديا. شوفها دلوقتي عددها كام. رهننا على الوعي وثقة المواطن في المؤسسات الدولة وثقة المواطن في المصادر الصحيحة للحصول على المعلومة، ده شيء أكيد، والمواطن دايما بيثبت لنا أنه هو محل هذه الثقة. صحيح. الحديث طبعا عن الشباب وعن المستقبل وعن الجمهورية الجديدة لن ينتهي، لكن وقتنا للأسف، لكن تغطيتنا هتستمر، لكن وقتنا للأسف جري مع حضرتك سيادة النائب مي كرم جبر النائب في مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. نورتينا وكل سنة وحضرتك طيبة مرة تانية. حضرتك طيب، حضراتكم جميعا طيبين، والشعب المصري بألف خير. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما طيب وبألف خير، وأنا بشكر حضراتكم. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، والشكر موصول من الزميل محمود السعيد ومني أنا ندى رضا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.